كنداسيرا مكر للألوم وموعظة على هدي العباد بها الوعاز في كل المواد وخطباء إلى ترك الرشاد كنداسيرا مكر للألوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا وقفنا على نقطة مهمة، وهي القاعدة 12: كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعدنا الله وإياكم من النار. هذه بمثابة قواعد وأصول ومبادئ قررها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه. بالنسبة للعبارتين الأوليين وهما: كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وردت في صحيح الإمام مسلم، والأخيرة وردت في سنن النسائي بإسناد حسن. بالنسبة للإحداث في الدين، المراد به الابتداع في الدين، كما في أحاديث أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، وأيضا في حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغيره مقبول. طيب، كن ولدا جورا كاسرو أنغان أكمان يروين كان كما شمان كن بحالا دول ما في الفرعيات وفي الجزئيات لا نتطرق إليها نظرا لاختلاف المستويات. كفو فين وفي ناس سنسرا دينينا وتغولي بدا وبدا فانا بي فيلي فيلي فانا بلدلن بي تسمانا ما أقوري فيلمي نتوبي مكي على فيلم فانا ني ادونا تسمانا ناصر اسرا كافيدا ني فلان افياني مرافيا درجاما سيكتالا اتلمو بدومي جالما تسمم مني اكرا فيلي مين بيو دوما ناتلمو متوبي امره الى الله. هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه. ان شاء عفى عنه ابتداء، وان شاء عذبه بقدر ضلالته ثم أدخله الجنة. طيب، إذا نكون ترى، لكن هل هناك بدعة حسنة أو لا يوجد بدعة حسنة؟ هذا في الحقيقة من الفرعيات التي يمكنني سؤالنا على أول من يغطر أمسك ما كانت نريد أن نتهاشاها، ونكتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المذهب الأسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من هذه الأشياء شيئا من الأشياء، وما وراء ذلك يكون من اللغويات من أمور أخرى غير مقصودة، والمقصود هو ما كان في الشرع فقط، ما كان في الشرع، يعني ما ليس له أصل في الدين. أما ما له أصل في الدين فلا يمكن أن يوصف ذلك بأنه بدعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: المطلب الثالث شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، إذا في هذا المطلب سوف يتعرض للركن الأول أو الجانب الأول من الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ما معناها وما ركنها؟ نعم، معناها لا معبود بحق إلا الله. نعم، وهذا هو المعنى الحقيقي
لكلمة لا إله إلا الله خلافا لمن يزعمون بأن معناها لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر، كل هذا كلام فارغ، لأنه لو كان كذلك لم يكن مشركو مكة ينكرون ذلك، لأنهم كانوا مقرين بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وأمس ذكرنا بعض الأدلة على ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، كانوا مقرين بذلك. إذن فمعنى لا إله لا معبود، لأن الإله هو المعبود. إذن لماذا لا معبود بحق؟ لأن هناك معبودات باطلة. إذن فالمعبود الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. إذن لا يفسر أحد هذه الكلمة بلا خالق لا رازق أو حتى لا رب، حتى إذا قلت بأن معنى لا إله لا رب هذا خطأ، لأن الرب يختلف عن الإله. فالرب هو السيد، هو المالك، هو المصلح، هو المدبر، لكن كل ذلك غير المعبود. وإن كان من معاني الرب أيضا المعبود، لكن ليس معنى الإله هو الرب. هذا مهم جدا جدا. نعم، ركن هذه الشهادة نفي في قوله تعالى لا إله، وإثبات في قوله تعالى إلا الله. نعم، إذن هذه الشهادة، هذه الكلمة مبنية على جملتين شقين عنصرين، أحدهما نفي، وهذا النفي نفي مطلق، بمعنى لا إله، ليس هناك إله، ليس هناك معبود إلا الله. إذن إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. إذن ما فائدة هذا النفي؟ يعني أن ينفى كل معبود بباطل، وأن تثبت العبادة للمعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى. وهو يختلف عن قولك بأن المعبود هو الله، لأنك إذا قلت المعبود هو الله هذا يفيد بأن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة، لكن لا يدل على أن غير الله سبحانه وتعالى ليس له حظ وليس له نصيب من العبادة. إذن فلا بد من نفي عبادة ما سوى الله، وإثبات العبادة كلها بأكملها لله سبحانه وتعالى. ولا لا إله إلا الله أكره فمني بتفندتين مني تشيني نوتي بتفنجا تشا غا بتفنش لما كوني وي كلام بدي وي الله تعالى كلام بدي ولا مو ما بي فيلا ما من بلا إله إلا الله كروك كودا دليبا مساتين والما دالي دالي فنتين دام بغتين نما كني علي أوتي سبنا سر أوكندو كبريشو ولكن دالين بالا كافو على دي داليبا مساي غاو بلا جلنا ولو بنا كلا إلا الله ولا ناسر نا كرو كنيو أوي أبانا ولو كما فو غا ولو يادن كا كرو تي أوي ودلا ولو كو أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء وجاب ولا ولو يادن كافو لا إله إلا الله أكرو تي كافو ماتين أي بتفند تين ألك رسول الله صلى الله عليه وسلم شان تعبك أن يفو قول لا إله إلا الله تفلحو بس كي أفوي دما أتلا نيني نيافو في ربان نوفي إكاستري دسكونا إغتلاك باراك ني أي ولا كما كاين سنفلا أوليبي أكورو سنفولو وي بطفين بلا جلي كا بيجين من تشين كتلاك فنجلي سباتي ني أولي على كلام بي ولا فنغو فينا بي أتي بطو إبسيغا مغنو بونيا غا أتي بطو إبسيغا مغنو كان يمركان لبطو كهنا مغدولا أو نببكة غا بونيا أني باتو قلت كلامي ني بونيا دمت مراكا سي باتو دغري ما درون ادونا فلان غفيا بابو قلنا نعم. فلا إله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. نعم، هذا ما فرع. نعم، لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله،
كمل العبارة كلها. فمن قال هذه الكلمة عالما بمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به فهو المسلم حقا، ومن عمل بها من غير اعتقاد فهو المنافق، ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك وإن قالها بلسانه. نعم، إذا قال لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله، لأننا أشرنا بالأمس أن هناك شروطا سبعة ذكرها العلماء من خلال استقرائهم للنصوص الواردة في ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إذن صحيح أن هناك اختلافا بسيطا بين هذه الشروط، منها من يذكر مثلا الانقياد ومن يذكر العمل بمقتضاها، هناك بعض الاختلافات البسيطة، لكنها في مجملها متفق عليها أنها لا بد منها. إذن فلا يكفي مجرد النطق بالكلمة، أن تقول لا إله إلا الله لا يكفي، فلا بد أن تعمل بمقتضى لا إله إلا الله. وقد أشرنا بالأمس أن هناك أدلة على كل هذه الشروط من الكتاب والسنة، وإن لم تكن كلها واردة في موضع واحد بأن الشروط لا إله إلا الله هي كذا وكذا، ومن هنا تجد بعض لا أقول بعض العلماء، لكن بعض من يزعم أو يدعي أنه من العلماء ينكر على أهل العلم بأنهم ذكروا هذه الشروط بدون أدلة، لا دليل على هذه الشروط، لا دليل على هذه الشروط مجتمعة هكذا، ولكن هناك أدلة على هذه، بل هناك أدلة على كل شرط من هذه الشروط السبعة. إذن هنا فمن قال هذه الكلمة عالما بمعناها، إذن لابد أن يكون يعلم معنى الكلمة، لأن العبرة ليست بالقول فقط بل بالاعتقاد، وكيف يعتقد الإنسان شيئا لا يفهمه؟ إذن فلابد أن يكون يعلم بمعناها، وقد أشرنا أيضا أمس إلى هذا حينما قلنا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن فلابد أن يكون عالما بمعناها، فإذا لم يكن عالما بمعناها فلا قيمة لهذا القول، فكأنه يقول شيئا لا ينفعه. أيضا عاملا بمقتضاها، لابد أن يكون عاملا بمقتضى لا إله إلا الله، يعني ما تطلب لا إله إلا الله من شروط، من واجبات أولا، ومن أيضا كذلك أن يجتنب ما يناقضه، يعني الاجتناب وترك ما يناقضه من نواقض الشرك. وقد ذكرنا أيضا أن هناك أدلة على هذا، فأظن منذ أمس ذكرتم أشياء كثيرة، فلعلكم الآن اطلعتم على الحديث الدليل. من اطلع الحديث الذي ينص على وجوب العمل بمقتضى لا إله إلا الله؟ حتى الآن لم تجدوا؟ ها؟ نسيتوا؟ العمل، هذا هو أريد العمل. ماذا قلت؟ أنا قلت على العلم، أريد العمل. الحديث وجدتم وقفتم عليه أو نسيتم يعني؟ ها؟ نسيتم؟ طيب أنا أذكر فقط الفقرة وأنتم تكملون الحديث. أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، ما بداية الحديث؟ أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، ما بداية الحديث؟ من قال لا إله إلا الله أو من شهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الحديث. هناك أيضا أدلة أخرى ذكرنا، أيضا أشرنا إلى بعضها، أيضا إلا بحقها، أليس كذلك؟ قول من أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما استدل بهذا القول على قتال مانعي الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن نعم. إذن فإذا قالوها أصموا مني وإلا
حقها، إذا حقها الأعمال، إذا فلا بد من هذه الأمور كلها. نعم، إذا مع الاعتقاد الجازم لما تضمنت والعمل به أيضا هذا كله تابع. إذا من عمل هكذا هو المسلم حقا وهو المؤمن أيضا كذلك حقا. أما من عمل بها من غير اعتقاد فهو المنافق، هو يعمل في ظاهر لكن قلبه غير مقر بهذا، هذا منافق، يصلي ولكن غير مؤمن بقلبه، يصوم مع الناس لكنه غير مؤمن غير مصدق بهذا، لا يرجو من هذا العمل ثوابا من الله، إذن هذا منافق. طيب، من عمل بخلافها من الشرك هو المشرك، وإن قالها بلسانه، يعني قال لا إله إلا الله ويصلي ولكنه يدعو غير الله معه، إذن فهو مشرك، إذن هو يعبد الله سبحانه وتعالى ولكنه يعبد معه غيره، إذن فهو المشرك، وإن لم يعبد الله مطلقاً فهو كافر. إذن هذه كلها درجات، الذي لا يعبد الله مطلقاً هو كافر، والذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهو المشرك، والذي يعبد الله في الظاهر بمعنى يقوم بالأعمال الظاهرة ولكنه غير مؤمن بها في باطنه، غير مقر غير معترف بقلبه، إذن فهو أيضا منافق، هو منافق. وكما قلنا أما من عمل بها ظاهرا وباطنا بحيث نطق بالشهادة وأيضا وعلم معناها وعمل بمقتضاها وأكمل الشروط الأخرى فهو المسلم وهو المؤمن، جعلني الله وإياكم من أولئك. نعم. المطلب الرابع الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم، إذا هنا المؤلف رحمه الله سيتحدث عن تقسيم الشرك إلى قسمين وهما الأكبر والأصغر. والشرك لغة خلاف الإنفراد، خلاف الإنفراد، تقول أشركه في كذا إذا جعل له شريكا أو جعله شريكا معه، وهو في الاصطلاح أحسن تعريف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل له مساويا أو معادلا في بعض ما يخصه، في بعض ماذا؟ في بعض ما يخصه، في الأشياء التي تختص بالله سبحانه وتعالى أو في الأشياء التي يختص الله بها. نعم. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته وأفعاله، والكفر أعم منه وسيأتي تعريفه. نعم، إذن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله، معادلة غير الله به في شيء من خصائص الله، يعني من الأشياء التي يختص الله بها كما قلنا قبل قليل، وذلك إما في ربوبيته، مثلا كأن يعتقد بأن هناك عبدا مخلوقا يشارك الله سبحانه وتعالى في بعض اختصاصاته، من اختصاصات الله سبحانه وتعالى مثلا علم الغيب، هل يعلم الغيب غير الله؟ إذن هل يخلق غير الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ إذن الربوبية يعني هي أفعال الله سبحانه وتعالى، إذن فمن اعتقد أن لمخلوق تصرفا أو تدبيرا في الكون إذن فكأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، فليس هناك مدبر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. والشرك في الألوهية أن يعبد غير الله مع الله، يعني أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنتم تعرفون أنواع العبادة، الدعاء يدعو غير الله سبحانه وتعالى أو يستعين به في غير ما يقدر عليه أو يستغيث به في غير أيضا ما يكون قادرا عليه وهكذا إلى آخره. نعم، كذلك في أسمائه وصفاته، لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد، فمن أشرك أيضا في ذلك فيكون قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفات.
من الصفات قلنا قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم الغيب، لكن إذا ذهبت إلى كاهن أو إلى عراف وطلبت منه أن يخبرك بشيء غيبي، إذن فهذا منك شرك، لأنك صرفت أو جعلت صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لهذا الكاهن أو لهذا العراف وهكذا. نعم أولا فلنغا فيا أبيت لا كترة تليرو بفلا ما بكرو بالا فمي فلنغا فيا غريل باي أولا إيكا الله تعالى كيني أني أكا دانتان فين دو ألا كا فين كرنغرنينا فين من كرنغرنين بي ني الله تعالى وكرو دان فين تسي فين منا فو ألا كلم بي أولا أبسكا كي ألا كا ميالا إنا فو داني شويا داني ألا كلم بي ديكا باراي ألا كلم بي داني كي wala kelen pe de fana be lamagala malike tiɲɛ kɔnnaw na ni ma min ye azamta fo walima k'a manana fo k'a fɔ ko jɛyɔrɔ bɛ karisa fila nin ye nin ko in na a bɛ komi i ye filanan fara ala kan ka na ni hɛrɛ ye ala kelen pe ka tɔɔrɔko ɲɔni ala kelen pe alakira y'o fɔ sala salam yani ala y'o fɔ k'a fɔ ciden yɛrɛ k'a fɔ qul la amliku nafsi nafan wala daran illa ma sha allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولا ألك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكو دولن دو أتكا نفس ما كتر عيرما أتكا تورن يونك كبو عيركما ولا نما منكو ألي بسكا أوكي ماي ولما نما مني أدغن يا إدسكونا إفنا إفلانا فرا ألك ولا أبيك مايا لينا فانيا فتشكمنا ولما لك بطولة إنافو بطول نونيو أفاسون كاتشا تغامنا ni ye fɛn wɛrɛ wele min tɛ ala ye i kan ka ala wele yɔrɔ min na ni danfɛn tɛ se fɛn min na o fana bɛ don filankafiya la walima ni y'i jigi da danfɛn kan fɛn na min se t'a ye o fana ye filankafiya ye min fana bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔna na pepewu na. farawan idan kana ti taswiya tu fili ɛtiqad fahiya shirkun akbar bi an yaɛtaqid annahu yusawi laha azza wa jalla fi ta'zimi wa tadbiri wa mashi'a wa tawakkul ولا تلزم التسوية من كل الوجوه بل تسوية المخلوق مع الخالق في بعض خصائصه شرك. نعم إذن في هنا إشارة إلى أن التسوية قد تكون في الاعتقاد وقد تكون في الأعمال وقد تكون في الألفاظ حتى. إذن في الاعتقاد إذا كانت تسوية في الاعتقاد فهي شرك أكبر، وذلك كما قال أن يعتقد العبد أنه يساوي فلان الله سبحانه وتعالى في التعظيم، يعني عنده قدر كبير من التعظيم والتوقير لفلان مثل ما يعظم الله سبحانه وتعالى وأيضا يحترمه، إذن فهذا شرك في الاعتقاد وهو شرك أكبر أيضا مخرج من الملة. وليس بلازم أن تكون المساواة على قدر واحد، بمعنى حتى إذا أحب الله سبحانه وتعالى أو أضم الله سبحانه وتعالى إلى نسبة 8% وأضم شيخه 20% 30%، لكن فيما يمكن أن يكون خاصا لله سبحانه وتعالى فهو هنا أيضا كذلك مشرك. لماذا؟ لأنه أعطى نسبة من الشرك أو من التعظيم لهذا الفلاني الذي لا يستحقه. إذن فليس هناك تلازم في أن يساوي الله سبحانه وتعالى بعبد في درجة التعظيم، إذا أعظمه فيما لا ينبغي أن يعظم فيه فهو بهذا مشرك. نعم. فرع إذا كانت التسوية في اللفظ لا في الاعتقاد فهي شرك أصغر مثل الحلف بغير الله. نعم إذن كما قلنا قبل قليل هذا شرك في الألفاظ، ولكن بشرط أيضا ألا يصل إلى حد أيضا أكبر وإلا فيتحول إلى شرك أكبر. إذن فلان حلف بفلان لفظا فقط دون أن يعتقد فيه تعظيما يساوي تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإذا كان كذلك فصار شركا أكبر، لأن الأصل أن الإنسان لا يحلف بشيء إلا وهو عظيم عنده. إذن فإذا وصلت درجة عظيمه
درجة تعظيم الله سبحانه وتعالى فصار شركا أكبر مخرجا من الملة. وإلا إذا كان مجرد الحلف هو يعتقد بأن فلان ليس له تعظيم إذن فينتهي أو يقتصر إلى درجة الشرك الأصغر. إذن الحلف بغير الله شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فإن كان في اللفظ فقط اقتصر على كونه شركا أصغر، وإن كان في الاعتقاد بأن يعتقد يعني تعظيمه في قلبه إذن فيتحول إلى شرك أكبر. نعم. وشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به، فهو أكبر الكبائر، ولذلك رتب الشرع عليه عقوبات عظيمة أهمها. نعم. إذن ليس هناك ذنب أعظم من الشرك، هو أكبر الكبائر. هذه الأمور التي رتب الشرع عليها يعني عقوبات عظيمة تدل على خطورة هذا الشرك. نعم. أن الله لا يغفره إذا مات صاحبه ولم يتب منه. نعم. هو الذي قال عنه سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من غير توبة. من غير ماذا؟ من غير التوبة. يعني أن الإنسان إذا أذنب ذنبا ولم يتوب منه فإن الله سبحانه وتعالى له أن يغفر له إذا شاء، أن يغفر له إذا شاء ولو لم يتوب. هذا إذا كان ذنبه دون الشرك. هذا الذي يدل عليه قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من غير توبة. أما إن تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه سواء كان من الشرك أو من غيره. لكن إذا مات ولم يتوب من الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له إطلاقا. وورد هذا في آيات، وأيضا خص الله سبحانه وتعالى النبي بذلك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال أيضا أن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم. هذا كله ليدل على أن هذا شيء عظيم جدا، لا يغفره الله سبحانه وتعالى لأحد كائنا من كان. وإلا فالأنبياء والرسل لا يتصور منهم وقوع الشرك مطلقا، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن صاحبه خارج عن ملة الإسلام حلال الدم والمال. نعم. للحديث الذي ذكرنا قبل قليل: أمرت أن أقاتل الناس حتى، نعم، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. إذا لم يقولوها، إذا لم يعملوا بها، إذن فأموالهم حلال، وأيضا دمهم أيضا كذلك حلال. نعم. أن الله تعالى لا يقبل من المشرك عملا وما عمله من أعمال سابقة تكون هباء منثورا إذا لم يتب. نعم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن العمل، لأن هذا العمل ليس له أساس، لم يبنى على أساس، وما ليس له أساس وغير مقبول. إذن أساس الأعمال هو الإيمان، هو الإسلام. لذلك كانت أو كان أول أركان الإسلام الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد ذلك تأتي الصلاة ويأتي الصوم وإلى آخره. أما من لم يشهد أن لا إله إلا الله فلا ينفعه صلاة ولا صوم ولا إلى آخره. نعم. يحرم أن يتزوج المشرك بمسلمة كما يحرم أن يتزوج المسلم مشركة. نعم. دلل ذلك الآيات والحديث: ولا تنكر المشركات حتى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكر المشركين أيضا حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، أولئك يدعون إلى النار. انظر، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لأنك إذا كنت رجلا وتزوجت بامرأة مشركة فلست مأمونا عليها، على أن لا يحولك أنت إلى مشرك مثلها، أو على الأقل أولادك
ستجرهم إلى الشرك بالتأكيد، إذن يدعون إلى النار. وكذلك أيضا إذا كنت امرأة، إذا كنت امرأة وتزوجت برجل مشرك أيضا فلست يعني مؤتمنة عليه بأنه لن يحولك إلى مشرك مثله، إلى مشركة مثله. نعم. إذا مات المشرك لا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له حفرة بعيدة عن مقابر المسلمين ويدفن فيها. نعم. إذن هذا لأن هذه الحقوق للمسلمين، للمسلمين. أما غير المسلم فلا يستحق شيئا من هذه الأمور. أما الدفن فهو لكي يعني يسلم، نعم يسلم الناس أو الخلق حتى من رائحته الكريهة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. الصلاة من أجل طلب المغفرة والرحمة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. أن دخول الجنة عليه حرام وهو مخلد في نار جحيم. نعم. كما في الآية أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. وقفة وقفة. الحلف من غير أن يطلب منه، إذن لا، كما قلنا الحلف لا يكون شركا إلا إذا اعتقد تعظيم المحلوف به. وإلا الأصل في الحقيقة ألا يحلف الإنسان إلا إذا طلب منه، لأن كثرة الحلف من صفات المنافقين. فالذي لا يثق بنفسه هو الذي يكثر الحلف من أجل ماذا؟ أن يصدق. ولكن لا بأس من أن يحلف الإنسان ابتداء، ولكن الأصل أن الأصل في المسلم الثقة أنه موثوق به لا يحتاج إلى حلف. ولكن لو حلف من غير أن يطلب منه لا يعد ذلك شركا. المهم ألا يحلف بغير الله، يحلف بالله سبحانه وتعالى. وإذا حلف بغير الله كما قلنا واختصر حلفه في اللفظ فقط ولم يعتقد تعظيمه في القلب صار شركا أصغر. وإذا بلغ درجة الاعتقاد انتقل إلى الشرك الأكبر. نعم. 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 القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن حلف بالقرآن فكأنه حلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والأولى أن يقتصر على ما ورد من الحلف بصيغة والله أو بالله أو تالله ونحو ذلك. ولكن لو أقسم بالقرآن لم يكن في ذلك حرج، لأن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وإن كان غير وارد. نعم. والشرك الأصغر كل ما كان ذريعة للشرك الأكبر، وجاء في النصوص تسميته شركا كالرياء والحلف بغير الله وغيره. نعم. إذن الشرك الأصغر هو ما كان ذريعة يعني وسيلة وسببا إلى الشرك الأكبر، قد يكون كذلك. وجاء في النصوص تسميته شركا، سيأتي بعض الأمثلة، ولكن قال كالرياء والحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، ورد هكذا فقد أشرك. إذن فالمراد الشرك الأصغر ما دام لم يصل درجة الاعتقاد وهكذا. نعم. والرياء أيضا كذلك، لكن ينبغي أن يقيد الرياء هنا بالرياء اليسير، لأن هناك رياء يسير وهناك رياء غير يسير. فإذا كان رياء خفيفا إذن بقي شركا أصغر، ولكن إذا كان رياء كبيرا حيث وصل إلى درجة الاعتقاد هكذا إذن
صار ايضا شركا ايضا كذلك. نعم. واما حكمه الاول انه يخالف الشرك الاكبر في جميع ما مضى من الاحكام. نعم، الاحكام التي قلنا من ان صاحبه يدخل في النار ولا بد اذا مات ولم يتوب، هذا هو ما قلناه، وكذلك اذا دخل في النار يخلد ايضا في النار، هذا هو ما كان من الشرك الاكبر. اما الشرك الاصغر فليس الامر كذلك، فمن مات بذلك غير تائب منه فانه تحت المشيئه. لماذا؟ لانه كالكبائر، فمن مات بالكبائر ولم يتوب منها فانه تحت المشيئه ان شاء الله سبحانه وتعالى، عفى عنه ابتداء كما قلنا من غير تعذيب، وان شاء عذبه بقدر ماذا؟ ذنبه وكبيرته، ثم أدخله الجنة. نعم. الثاني أنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الذنوب بعد نواقض التوحيد. نعم. الثالث أن هذا الشرك قد يعظم أن هذا الشرك. أيوة، أنت قلت أن هذا الشرك. أيوة، مشكلة. أيوة. طو. نعم. أن هذا الشرك قد يعظم حتى يؤول بصاحبه. حتى يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. نعم، كما أسلفنا قبل قليل، فإذا حلف وكان قصده من الحلف اللفظ فقط خلاص، أما إذا وصل درجة الاعتقاد يتحول إلى الشرك الأكبر حتى يؤول، يعني يرجع ويعود وأيضا يخرجه من الملة وهكذا. نعم. الرابع أن من مات على الشرك الأصغر فموضع خلاف، وأكثر العلماء أنه داخل تحت المشيئة. نعم، يعني علماء أهل السنة والجماعة يرون ذلك، أما الخوارج والمعتزلة فإذا كان حيا فالمعتزلة عندهم هو في درجة أو منزلة بين المنزلتين، أما عند الخوارج فهو كافر، وإذا مات على ذلك صار مخلدا في النار عند الفريقين. أما أهل السنة والجماعة عندهم الجميع طبعا يوافق أنه إذا تاب قبل توبته قبل أن يموت، أما إذا لم يتوب ومات على ذلك فإنه يخلد في النار عند هؤلاء الخوارج والمعتزلة، أما عند أهل السنة والجماعة فهو تحت المشيئة وهو الصواب لما أسلفنا، ويكفي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قلنا الشرك هذا هو المراد به الشرك الأصغر وكذلك كبير من الكبائر. نعم. الخامس أن نعم يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، يعني ليس هو بمؤمن ولا هو كافر. نعم، هذا هو منزلة بين المنزلتين، هذا هو المراد. لا، هو كما قلنا إذا كان حيا يحكم عليه عند المعتزلة هكذا، يعني لا نصفه بأنه مسلم ولا نصف بأنه كافر، لكن إذا مات خلاص فهو يخلد في النار. فهمت؟ نعم، يعني إذا مرتكب الكبيرة، يعني مرتكب الكبيرة هذا. أما هؤلاء أهل السنة والجماعة فهم يقولون هو مؤمن بإيمانه وفاسق بماذا؟ بكبيرته. نعم. الخامس أنه إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه كما في الرياء، وكإرادة المسلم بعمله الصالح الدنيا وحدها. نعم، إذن هذا هو كما قلنا، هناك رياء يسير وهناك ما هو أكبر من ذلك، فالصلاة نصلي من أجل الله سبحانه وتعالى، أما من كان يصلي من أجل أن يصلى عليه، من أجل أن يصلى عليه، فهذا بالتأكيد شرك يصل إلى درجة الكفر. نعم، لأنه غير مؤمن بالصلاة. لماذا؟ لأنه يصلي مع الناس خشية أنه إذا مات لا يصلى عليه، إذن فهو يصلي من أجل أن يصلى عليه، لا يصلي من أجل الله سبحانه وتعالى، ولكن يصلي مرائيا الناس، وأحيانا يصلي الإنسان لله لكنه يزيد من صفة صلاته، من هيئة صلاته
من أجل أن يقول الناس فلان خاشع، فلان خائف لله، فلان متقي لله سبحانه وتعالى. المهم بحسب ما يرائي يكون حكمه، بحسب ما يرائي يكون حكمه. إذا وصل إلى نسبة معينة دخل في دائرة الشرك الأكبر، وإذا اختصر إلى حد أيضا صار رياء يسيرا. نجانا الله سبحانه وتعالى منهما جميعا. نعم. فائدة: أن الشرك لا يأمنه أحد، وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام كما قص الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. وهو إبراهيم عليه السلام خليل الله وأبو الأنبياء، انظر يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه، أن يبعده وذريته من ماذا؟ من عبادة، من عبادة الأصنام. إذن فليس هناك أمن لأي واحد، لا يأمن أحد على نفسه، على كل واحد منا أن يخاف ويحذر ويدعو الله سبحانه وتعالى دائما بأن يحفظه ويقيه ويصونه من الشرك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. دعاء جيد في هذا الباب جدا. لا يقول أحد أنا ما شاء الله وصلت إلى درجة لا يمكن أن أقع في الشرك، لا، هذا مهما بلغت لا يمكن أن تبلغ درجة هؤلاء. ومع ذلك إشار إلي أن الوقت قد انتهى وأن هناك وقفة لمدة 5 دقائق إن شاء الله، نشرب في الشاي أو الماء ثم نعود إن شاء الله. نعم. بقي 4 دقائق؟ طيب. أيوة. نعم، سيأتي الكلام على كل هذا، يعني الكلام على بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذه الأمور إن شاء الله ستأتي في الأبواب المقبلة بإذن الله تعالى. إذن بقيت 4 دقائق، يمكن من خلال قبل أن نبدأ هذا، هل هناك أسئلة مهمة من أمسي؟ سائل يقول: هل يجوز أن نأخذ العلم من أهل البدع؟ طيب، العلم الذي يجوز أن نأخذه من أهل البدع هو العلم الذي لا يتعلق بالشريعة. إذا كان هناك عالم متمكن في اللغة يمكن أن نتعلم منه اللغة، النحو، الصرف، البلاغة، نعم، لكن لا نتعلم منه العلوم الشرعية، لأن لا نأمن عليه من أنه لا يسوق لبدعته ولا أيضا ينفذ سمومه في هذا العلم. إذن فنحذر في الحقيقة أهل البدع في العلوم الشرعية، لا نتعلم عليه قرآنا ولا حديثا ولا توحيدا ولا فقها، لكن الأمور اللغوية لا بأس أن نستفيد منه في ذلك. ولكن مع كل هذا، إذا وجدنا من هو يعني إذا وجدنا مجيدا متقنا غيره أيضا هو الأسلم، لأنه حتى إذا كان عالما لغويا ربما ينتهز الفرصة لكي يأتي ببعض بدعته من خلال تعليمك لهذه اللغة. نعم، البمرية هي نسينا في الحقيقة، الله المستعان، لم تذكروني. طيب لا بأس إن شاء الله. ماذا هناك؟ القرون المفضلة وقع فيها الفتن، ماذا تقول؟ ألا هذه الأشياء خارج يعني السياق، يعني كما يقال دائما سؤال خارج الدرس أيضا خارج الفصل. هذا مثلا ماذا نقول في الفتن التي وقعت في بين الصحابة، بين التابعين كذا وكذا، في الحقيقة هذا يخرج.
هل يمكن أن ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ من الأدم لا ينسب الشر إلى الله، وإن كان من الله سبحانه وتعالى، ولكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إلى الله، ولكن أن تقول أنه من الله هذا لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، لكن من الأدب ذلك في الآثار انظر من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فقط دون أن يقال ومن يضل الله، لكن لا بأس به إن كان من باب أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك وشاء ذلك. طيب إذن نكتفي بهذا إن شاء الله ونعود بعد الفاصل بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسألك أنا دمغسي شعرا دمغسي دو رب المسوحنا فيرنو كور مو في فاميا شعرا غيرا أما تامو فاميا وفاب ساما أفوي فاميا أو غيرا دو مهم بايسي لابينا فوي دما دو بيرنو كولو تومو بمانا كان إن شاء الله أنا سوكتا نيفي bo kuma kɛra fɛn min kan o ye filangafiya ye. filangafiya yɛrɛ ye fɛn min ye ka ala ni dɔ cɛ ka ala ni ala ka dantanfɛn dɔ cɛ fɛn na fɛn min bɛ ala yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn. o kɔrɔ k'a fɔ danfɛn tɛ se fɛn min na n'i ye o di danfɛn ma walima n'i ye o dɔ kɛ danfɛn ye walima yɛrɛ n'i ye o dɔ siri i dusukun na danfɛn dɔ ye o de filangafiya. ولا بيتلا كتلا تلا يرو فلام ما بابين فتني فانا بين نانغوك ما بابين فتني بين ما باكوني سكتالا وبم غولا بو سلامية دومين كونانا كيكة فلانغا فوي كيكة كافرية نيسارا أو كم فانا يتكشير يبرو جهنم كونو نيدونا جهنم كونو نيف فلانغا فيا ما باي بيرو باي يتبو فانا يبدومي أكونان ala k'an bɛlajɛlen kisi k'an tanga. nka fitini o ye jurumuba ye jurumuba don n'i sara ni a ye i ka ko bɛ ala bolo n'a ka di ala ye a bɛ yafa i ma k'a sɔrɔ a bɛ ɲaga taa n'a yɛrɛ ka di a ye fana a bɛ ɲaga taa ka tila ka i laban arijana kɔnɔ an ko o de ye alisunawo jama ka taabolo ye sabu filankafɛn fitini jurumuba don. nka an ko futini n'a fɔra ko futini o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ k'a fɛgɛya dɛ k'i jɔ a la dɛ sabu tuma dɔ la a bɛ taa n'i ye fo ka taa se n'i ye filankafiya yɛrɛ belebeleba yɛrɛ la o la ni m'i janto i yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ nin na nka i bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ yan fɛ donc an ye misaliya min fɔ o la i n'a fɔ kalili cogoya n'i kalila i ka kan ka kali ni ala de ye a tɛ daga danfɛn ɲɛ a ka kali ni fɛn wɛrɛ fo n'a kɛra ala kelen bɛɛ ye munna kalili i bɛ kalili fɛn ye fɛn min n'a ka bon yɔrɔ a bonya bɛ i dusukun na o la a dun man ka danfɛn ye fɛn wɛrɛ kanu ka ye i dusukun na fɛn wɛrɛ bonya ka ye i dusukun na ka ala bon o man kan o la i bɛ kali ni ala kelen bɛɛ ye o ni kalila ni fɛn wɛrɛ ye i kalila ni fa ye n b'a dɔn i fa bonya bɛ yɔrɔ i kalila n'i ka sehu ye i karamɔgɔ ye n b'a dɔn i karamɔgɔ bonya b'i bolo o tɛ ɲa n'i y'a kɛ dɔrɔn i ye filankafiya kɛ nka filankafiya min don sa filankafiya futini don n'i ka kalikan n'a danna dalafɔli dama ma nka n'i kalila ni a ye ka da a kan bonya min b'i dusukun na dɛ ala bonya min b'i dusukun na dɛ hali n'a ma se ala ka bonya ma mɛ a ye dɔ ta a la dɔrɔn o tuma na laban a bɛ kɛ filankafiya belebeleba ye o ye misaliya ye walima yɛrɛyira yɛrɛyira o fana ye filankafiya fitini ye nka mɛ ni yɛrɛyira n'a danna hakɛ dɔ ma nka n'a bonyana fo ka se degere dɔ la e t'a kɛ fo nin de kama adamaden ka baara kuma dɔ la a bɛ tila ka tara hakɛ dɔ ma i b'a sɔrɔ i bɛ hakɛ caman kɛ ala ye nka adamaden nuyɔrɔnin dɔ bɛ a la o tɛ o ye riyawu ye siri ye. an t'a fɔ a tɛ fɛn tɔɔrɔ dɛ a tɛ fɛn ba tɔɔrɔ nka ni adamadenw ta cayara ka tɛmɛ ala ta kan dɔrɔn walima ni a y'a bɔ dɔrɔn a banna i n'a fɔ
دكتور يا اسوني سيرومكا ام بيسلي على ديكام ولا سانغار جانا سرونغا سرام تسمي مونغاني مانغا سالي كيرا اكو ولا ساني يسار موكا نيغو يسولا ولا ساموكا ساليكا اي مسالا لا كما دي اسلان دي كوسو ولا هيك سالي اتمني اتمني ولا ويرين تاع والدرجه ابو جنا فوكاسي درجه دولا غايب يسال علي ري ري مارو فري بيسال اولا غادا مدي نكالي مانيا لا فوبا اتو حلبي ابي دو فرسلين تشينيكا ولا ساموكا فوا كرسا كسلي كاني دي كرسا بيسرا لا يدي اي كرسا ايماي فصلتو ابن توينا او ني او فنا بونيا نا حلبي ابي تالا باندوينا منا كيرا بورسانتاج دوي ميما بون امبا جيا ابي دام لانغا فيا اكتينما انيا كان دروم كان ديسغي بكر بالا بون كان حكيلا ني بو وسك ان شاء الله. طيب المطلب الخامس الكفر. نعم وهو قسمان. نعم هنا سيتحدث المؤلف رحمه الله عن الكفر وهو في اللغة التغطية والستر، وسمي الكافر كافرا لأنه يستر نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه يجحد نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. إذن فالكفر في اللغة الستر والتغطية. نعم والشرع خلاف الإيمان. نعم هو قسمان. نعم القسم الأول الكفر الأكبر هو تكذيب أو استحلال أو استكبار أو إعراض أو شك في شيء مما جاء به الشرع المطهر. فالكفر الأكبر يكون بالاعتقاد ويكون أيضا بالقول ويكون كذلك بالفعل ولو لم يكن مع أي منهما اعتقاد. نعم هنا ذكر بعض أنواع الكفر الأكبر وهو التكذيب، وهو التكذيب المرة بالتكذيب الإنكار أو الجحود بأن تكذب شيئا جاء في القرآن الكريم أو ثبت في السنة الصحيحة، أو أنك تستحل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، فأنت إذا أحللت الزنا فأنت تكون كافرا. لماذا؟ لأنك استحللت شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى، أو أنك تكبرت عن شرع من الشرائع، فرض الله الصلاة فأنت تعرف أن الصلاة فرض من الفرائض ولكنك تكبرت، لم يمنعك من الصلاة إلا التكبر فتقول إن وجهي لن يخر الأرض، تكبر. كيف تتكبر الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا الإعراض، أن تعرض عن الله سبحانه وتعالى، عن القرآن، عن الإسلام، عن أركان الإسلام، وهكذا. إذن كافريا أفسونك شا أم بي بكر بالا أبي تلا كترة تلايرو فلاما أفانا بيبابا أني فتيني أكمبا أدو دفلني كافين دون نكاري علي منفو من سبترا على كراكا حديثة صلى الله عليه وسلم نيو نكاري إبانك دال الكيامكو أرجانكو جانمكو ملكو نيبانك دال نشيلا إكو نشتكني سلكو ريت اسلام يا يري نيو فوكا با كابريا منا هذا معلوم من الدين بالضروره ولا والما يفند دغا علي فهم حرام يا علي جنيا دغا ايكو فويتال كو كابيا لا دورنا بين لا دورغا فنتال ها حكمنا وي كافريا ابو تشغينا يري بونيا نوي بالي كافندوكي iriado akan akere ngaya ne ko ne ay ne to songan ke wal ma do ba ko ne ko flate korota ne flak o nanyo la wal man tente tru do kolo ba ibi re ponya ni oke ni blade ne kafiri ay kafiri nabi bo islamia dinna wal ma ki yere kuma yele makabo ama pepe korona flene ajina mun kama anga kanda anga ndoroso ngani mami ipodo kabo kurana wa pepeu ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها
أو ثم أعرض عنا في آية أخرى. ولا نبرد لنا كافلة كيرة كما يلما كبو إسلامية جون سندوما إما قتالا إتا نيني إتا كانا إتا دوم إتا باركيني أي نبوي ألا ولما نشكرا فندولا فمي ني أدغنا لنا إنا فو سكاكون نغنا إبقى سكا ولا حلبي ولا إيه كافرة موما سكا ولا حلبي إنا فو كون يانو إكونتيا إنانا إدو مادو فانا كيبتا نا فورا كيبي سكتوني ني سكرا ولا إلي تارو غفو لم تكن منصفا أكمنا ونا نغنا كتانية دمدوي نعم. إذن الكفر الأكبر يكون بالاعتقاد أن تعتقد ما لا ينبغي اعتقاده نيو كدرو إبي كافريا بالقول كما كان بمقوله كافريا لا كيوالي بي موكي كافريا هل ني إما سيكسكونا كما دولا نيو كما كان نفضرون إبي كافريا هل ما سيكسكونا بيكي كافريا كما دولا بارفنا بيكي إي كافريا هل ما كما كان فو دونك ما كان دو بينو انغا جانتو اولولا امت لونكي ني فين دوي مودولا اماي دي ودلا ابي الله كما كان صلى الله عليه وسلم اندو بي كما كان دو فو ايتي هارج تيمنا كفوكو ني فين باي nga اي كما كان فو ابي جا عليك سير منا على بي نييما ابي لا دكا جانكو ابو تشو غن فانو كونتر كما كان دو ايبا الا فيليكا بو يدالاتي ere bolo kuni masse o erema kasro ay ala funu kasse degre mina abi jigi janama kono sabina kharifa waliyat billah wala kuma kando beno angan janto olula madla abeke barudaw madla abeke ni mo nyina ayre ko ni nyina ayre ko be kuma kando fo amani de wala nga karafeke annuna angana makan fo mimbe bo من بامبو سلاميتين انا انغنا باركه من بامبو كنا نعم. وحكمه كحكم الشرك الاكبر ولا فمي كافريه كافريه كما با وني فلان افيا كما با كيري من تمنا بركني فهم في فورا اولى ابي فانا نقول ابي فو يعني كل ما قيل هناك من احكام من خلود صاحبه في النار مثلا ومن ان الله سبحانه وتعالى لا يغفر له وانه اذا دخل في النار خلد فيها كل ذلك أو كل تلك الأحكام ثابتة هنا أيضا في الكفر الأكبر. نعم. وله أنواع كثيرة أهمها نعم. كفر الإنكار والتكذيب وهو أن ينكر المكلف شيئا من أصول الدين أو أحكامه أو أخباره الثابتة ثبوتا قطعيا. نعم. كما مثلنا قبل قليل الصلاة معلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة فرض فمن أنكر ذلك كان كافرا أو من أنكر بعض أحكام الصلاة فأيضا كذلك يعتبر كافرا إما السلي ربي النكر لي نغيبوكو فاتاك لني كوتي سلي شرطي كسر كل النصوص تدل على ذلك نياك وأنت متأول إبي الله فهم يفرو نمسو أكمنا إبي الله بام أولا نعم. كفر الشك وهو أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أصول الدين المجمع عليها أو لا يجزم في تصديقه في خبر أو حكم ثابت معلوم من الدين بالضرورة. نعم. أحيانا الإنسان يشك ويرتاب في بعض الأمور هذا يكون كفرا في الشك. أحيانا يتردد إلى درجة لا يستطيع أن يجزم يقطع يقينه أو شكه بيقين لا يستطيع ذلك كل ذلك يعتبر كفرا في الشك كالشك فندولا من دنيا سبت لندو دينا كننا وفنا مانك نما من سكرا وفننا إكا دغفو إكا كافريا أكرا كافريا مباي فموفي نا دونن دينانا ضرورالا وكرو كافو بكان افي من دون ولا نيو نا كاري ول من سيكرا ولا درون يكادو غفو يكرا كافيل كافري مي ناكا اكا كافري ابي ابو اسلام يدينا كنا نعم. كفر الامتناع والاستكبار
وهو أن يصدق بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه، ولكن يرفض الانقياد بجواريه لحكم من أحكامه استكباراً وترفعاً. نعم، كمثل كفر فرعون كما تعرفون، وجهلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. أولئك دار لدي كفوكوش يدو غايبانا يربونا إبليس كذلك أفنبانا فيما أتو نابانا كسجد بي أنفع أدمي إلا التكبر والاستكبار. نعم ولا نيبانا فيما كاسرو إبادو يربونا دي إبا أما إكادو فانا إكافري كافريا من نبي بو إسلامي كنن. ويلحق بهذا ترك الصلاة تهاونا أو كسلا. نعم، هذا طبعا على خلاف بين أهل العلم من العلماء من لا يرى ذلك كفرا. نعم، إذا ترك الصلاة تهاونا أو كسلا. نعم، ولكن هناك نصوص تدل على ذلك بين المسلمين والشرك أو الكفر الصلاة. نعم، كفر السب والاستهزاء. نعم، وهو أن يستهزئ المسلم أو يصب شيئا من دين الله تعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو مما يعلم هو أو مما يعلم هو أنه من دين الله. نعم، إذن أحيانا الناس تستهزئ ببعض الأشياء ببعض الأصول الثابتة، كما علمتم يعني منهم من يطع قدمه على المصحف أو يسب الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ينتقص من الملائكة، كل هذا كفر أكبر مخرج من الملة. يستهزئ بالثوابت في الدين، ينتقص يعيبها يقده فيها، كل ذلك كفر أكبر كما في الآية وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. نعم، كفر البغض ولا نفني نيل المشتلك كفنو السابط ديننا كفنو نكري كسابط كدغيا كفقيا وبيلا جرمي مو كفري. هل لا يصنع يرباك مثاليا ني سالي سابوتي مومن مي تشتربو ايباي او بي سالي سابوتي ايباي بي سالباو سابوتي ايباي او بي مصري سابوتي نون بلاد لاني كافريا دي هل لا سري ري بي سالي فني توبرا دي فني توبرا ولا انغان جانتو او نيو ناولا هل كافي بيت لونغلا او تالا دي ولا ان سالتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنا قلت على قصبة أنا قلت على قصبة. نعم، كفر البغض. نعم، وهو أن يكره دين الإسلام أو شيئا من دين الإسلام لأنه من دين الله عز وجل. نعم، إذن هناك بعض الناس أيضا يكرهون هذا الدين، يكرهونه، يبغضونه، أو يبغضون بعده، كل ذلك كفر أكبر مخرج من الله. إذا مغودو سرو، ألا كان كنا إسلاميين كوني بعد دسكونا، فوق السدّ لا، أتبي حالك إسلامي تومي، أتبي كإسلامي يريه أنينا، مكان غساني بيني، إسلامي مندي مغمي، والما إسلامي بارا مندي مغمي، والما إسلامي تومسر مندي مغمي، يكادو بنا بيدوس كنادة، فندو بين واجبينو يكاك، نيري مسكة كاك، يبي تلوسرو أكباليلا، نعى. ni mambaki ni yoti la mokuniya akama ibudon yoreno wal mani bara yire kuniya
يبدو من كافرين كونو على كان كسي كان تنا مثال لا حجاب مسوكا سترالي افورا قران الناس كونان يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اولا نيما سيكا اي مسو سترا اما سيكا اي دمسو سترا اما سيكا اي بالما مسو سترا يا رسول اذا كوبي على بولو نكد علي ابي يفهم مكاسرا من ينغتا نكد علي فانا ابي ينغتا نيكا على سوي غايين ما منو فناكي ابي لدو ارجانا كونو نيكوي اونغا ني اي مسو سترا لينيه سا ايبو كونيا ايبو جويا وبي تورو انينا اسكي اسلامي او رفلاني كي دي اسلامي كي دايره باتيا كونيا دو اسلامي دينا كونيا دو يا كونيا دي كاغلندي كاغلندي ني فني كونيا فمي ني ابي اسلامي دينا اينا اسوات لندو خلافو بمينا وتري خلاف تمينا اسي خلافو كاننا يا ايها النبي قل لازواجك ناكن دناهما على كرف المسول لكم وبناتك نوكن دو على كرف المسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وارضاهن انا دي مسول لكم وتا ونساء المؤمنين ادو وتبي ويبي نيكون اسلاميني مؤمنين يكونوا يدنين عليهن من جلابيبهن اولا جلباب في نباح وي دي القران ني امسكاكي امبا في امسكاكي يدسرا مينا على بودو اير فال بادو نا نيكون ياكون ياكون كانا كون يادي او دي لانغان تيجا ني مسكا في مينغي ني مام نياكي كانو كون يا بو موشي بو وجوغال كي بو موشي بلا اما نوغني اما نو يبسرا 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 وي ها اما نو oni mesika ke ibe kala soso ibala deli alaka ya fima alaka tubi no ya iye ka konsayani oni mesika ke fana diga kobe ala bulu ni sarani ai ngai kan ni bo shitigi bo shikana goya yere ako kana goya yere na ko goya yere dro ikara ka fo iye fenno kun ya islamiya am islam ikana ka kabire pasi ya kun ya alaka de goba toy sallallahu alaihi wasallam e ma toy mi fana ya toy yo fana kun ya finiti geli شوما كادا وجن كالا شامشالا وري سوني نير مسفانا نير مامي كوياكا كولسي سونيا اياكا دروجي سونيا يكالا كونيا نيا كونيا ايوا ابياني نيا فندو كونيا يمس لاميا دينانا نما سبري ابيا ايبا ابا 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 وهو قسمان نعم كفر الإعراض وهو قسمان الأول الإعراض المكفر وهو أن يترك المرء دين الله ويتولى عنه بقلبه ولسانه وجواريه أو أن يتركه بجواريه ما تصديقه بقلبه ونطقه بالشهادتين نعم إذن الإعراض كما أسلفنا هو أن يعرض العبد عن بعض عن دين الله سبحانه وتعالى أو عن بعضه وهذا الإعراض قد يكون بالقلب بحيث يكون قلبه منشغلا عن أمور الدين هو لا يحمل إلا هم الأمور الدنيوية ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا إلا من هذا الله إلا من رحم ربي وإلا من منا لا يجعل معظم همه في الدنيا نيجت منه أمي منك الدنيا كما نانيا أتلا نبا فو كمتري مليون نانيا أتلا دوكي علي تينا كوينا أمي بكسي هو تما سريم مني كاتا دوكو جلا كاتا بلا إيدا كمانا إير جوربين لما لما جوربين جمعي على تاي على جمعي الدنيا تاي على كاسور على هنا نانا كاني وقتي دما دوري تمو كاولي واجبية أنكا nga halu waati dama do minuni alaye otomo ko ke ayrere anto odi alama kanye
مما سيوغال تكون مو جن مانا ني فرسلواتي نسرا أبا بروبو باربلا كنيسي أما إلا من إلا من نعم ولا وي ما من بي أوكي أو ما من تي أوكي دو صدير ما من يربي على كواتون داما ودي أوي ما من يرني سلبي ولي كابان كسلجو كابان كسلام بلا كسرو علي تاروكو فينيري تشيريري كفو فينيري بي سيناري أبيت منا كباري ودي كتشاوا بول ما دويني كتشا أيوة دون أفلاني دي وي كي كودون كابو على كورا هالي أتي هاكي لايري أتي دوسكوني لايري مي دوسكونا فير ربي دوسكونا مي كابو إما كاتمي عليك والما إن والما إفرسكو إسمبون إبن مين فو دينيكولا إن نينا إبن يونا كي على كولا إسمبون بمين بارا دينيكولا إسكي بان يونا كي على كولا وهكذا دون ناكرا على دينيكو كنا مين بي دمي على كوفانا باشتولا أوكاني nga mimbe ke jinye dama kama ah ikorosola de ikorosola now wa hadha alqism lahu suratan alula al-i'rad 'an al-istima' li awamir Allah 'azza wa jalla ka hal al-kuffar alladhina hum baqu 'ala adyanihim al-muharrafa na'am baquna 'ala adyanihim al-muharrafa al-muharrafa na'am wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-quran والغوا فيه لعلكم تغلبون إذن كل من لا يريد أن يستمع القرآن أو أن لا يستمع إلى المجالس العلمية أو المواعظ يكون حكمه هكذا أنا سراني ما أنفنا بأننا ني أتافك القرآن يرلمي وكتشا أبساكي موهيك بقو إيه أبساكي تقولي أبكي إيه أتوان سريه كتشا إيه أيه dongelo ububla moylo konnana ka karemne ka avwabla fadana katimna yirobe la yunkiru alayhim ahad nga ekoke qur'an na bani iba ay motoro goju ay motoro awkelen islamaya qur'an ka dawkelen yawa nga miziko no bekala katime kayala fe foite fola كويت فولو ابي كيو ماتيك اين نحن امامي امسلم جمال دلاوا ولا كافر جمال دلا ها بارا ولا نوندي رياليتي رياليتي من نافوري كغلي غا نيدو ري اولي بكا كير اولي بكا كير اولي بكا كير ني قران دو اي دو با مانغانا ni nafla saludo sungalo fenna abe mo toro aw kelle be saluwa aw kelle be ala do nga ni maminu mana devusro mana bagusro luka fonke fuite bola maraju o lu fembeke ka srauti ka fembeke fuite bola fuito o shila bana nga aw tay fembola ne wala abe de plané اتفق على كم اتفق على واجل ما اتفق على اسلاميا كودو ما اتفق على ميتلولا غايبا فيكا نيوكو ما اتلولا ايوا مين دو فلان دي كافيرو دي الله كان كيسي كانتا ولا ما فهمني قرانا لمين مندي كتابك على كم ما يكادو غفو ايماني دي يكادو غفو ايماني شيخ جزاكم الله استري كيف حالك طيب الحمد لله نعم الثانية نعم الإعراض عن العمل بجميع أحكام الإسلام وفرائضه بعد إقراره بقلبه بأركان الإيمان ونطقه بالشهادتين فمن ترك جنس العمل بأحكام الإسلام فلم يفعل شيئا من الواجبات لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غيرها فهو كافر كفرا أكبر أو يعرض عن بعض أحكام الإسلام التي يكون بها مسلما كالإعراض عن الصلاة لا يؤديها نعم إذن كل شيء واضح هنا يعني أنت أقررت بهذا أقررت بشهادتين ولكن مقتضيات هاتين الشهادتين لم تقم بها فكيف تكون مسلما لا يمكن
وإن أقررت أن الصلاة حق ولكنك لم تصلي، هل تكون بذلك مسلما؟ وقد قلنا قبل قليل إذن لم تقم بشيء من أحكام الإسلام. أنا أعرف أن الصلاة حق، أعرف أن الصيام حق، أعرف أن الزكاة حق، لكن لا تفعل شيئا من هذه الأمور. سيأتي أن غير الصلاة أو أن غير تارك الصلاة لا يكون كفرا مفردا من الملة، أما تارك الصلاة فقد بينا أن الصواب في ذلك أنه كافر، وإن كان فيه أقوال أخرى للعلماء أن من تركه غير جاحد ليس كافرا، ولكن الصواب أنه إذا تركها بالكلية صار كافرا. هذا ما نراه، وإن كان الفقهاء أيضا موجودين ولهم أيضا آراء. أنغو نمامي ندارا إسلامية جونشونا إدوسكونا غايمة إتكا بارا فويكا هنيدو عليك لين هنيدو عليك أنا باتو غايمة على باتو نفوي من بايرا كفوي إي من فو كي دالين بي على بارا نيما بارا كدرون إيغادو غافو إتكسيكا كسلامي نيكوماكاين بوانساني والما نهاري دوسكونا سرين داماي سابو baara be don limaniya kɔnɔna i n'a fɔ a bena tali ɲɛfɛ cogoya min na. Limaniya ani baara ɲuman, hali ni limaniya dɔrɔn fɔra yɔrɔ yɔrɔ baara b'a nɔfɛ. Surtout limaniya be fɔ yɔrɔ caaman ka tila ka baara da kan. Inna alladina amanu wa amilu salihat wa bashiri alladina amanu wa amilu salihat. Naam, o la jagoya don ka baara kɛ. O la ni ma baara kɛ kumakan dama دوسونا سيدما اني دالما لا دي او ام دالما لا غنيه وسرا غنيه تو سكر اي فيك بارا ديك كون غنيه وسرا غنيه تو سكر غنيه تو سكر كما منا ني دي سرا بارا لا يمنا دي سكا فمينك دي سرا دي فالا كما نا غنيه تو سكر يرو. نعم. القسم الثاني الاعراض غير المكفر. نعم. وهو أن يترك المسلم بعض الواجبات الشرعية غير الصلاة. نعم. ويؤدي بعضها كأن يترك إخراج الزكاة أو صوم رمضان. نعم. إذن فإذا ترك الصلاة كما هو ظاهر صار كافرا، أما إذا ترك إخراج الزكاة أو لم يصوم فليس بكافر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعدون شيئا تركوا كفر غير الصلاة. نعم. السابع كفر النفاق، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو قسمان. نعم. النفاق الأكبر لاعتقاد أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن ما يناقضه. نعم. إذن هنا كفر النفاق يعني أن الإنسان يظهر الإيمان في الظاهر، يظهر للناس أنه مؤمن وأنه مقر بالله وبملائكته وبكذا وكذا، ولكن في قرار نفسه غير مؤمن بشيء من هذا، فهذا منافق. منافق ولا كافرية من أبا فماكو منافقية كافرية ودي إسلامية كونيون إبي أدكنكا كاككم إيد دالين بالا نكاسرو إيرين ألا شيء دوسكونا إيد دالين دالا ولا إبي كوكي mɔgɔw ɲɛna kɔni nka e yɛrɛ dusukun na i dalen tɛ a la, o tigilamɔgɔ o tɛ se ka sun. Hali n'a sunna a bɛ a yɛrɛ maminɛ k'a yɛrɛ sɔn minɛ mɔgɔw ɲɛna, nka n'a kelen na dɔrɔn a bɛ dumuni kɛ a bɛ ji min. Munna? Sabu a dalen tɛ nin ko in na. Mɛ munna a b'a yɛrɛ sɔn minɛ mɔgɔw ɲɛna walasa mɔgɔw k'a fɔ ko karisa fila ni a sunnen don? Sabu n'a sunnen tɛ n'a tɛ ka sun o bɛ sika a la, o tuma na a bɛ nin da kɛnɛ kan. O ye nin ye fɛn ye fɔlɔ min bɛ dusukun na. I bɛ ka baara kɛ nka i dalen t'a la dusukun na. Ni dalen t'a la dusukun na dɔrɔn i ye munafiki. Munafikiya min ye o ye fana o b'i bɔ silamɛya kɔnɔna na ni sara kan fana. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Ala k'an kisi. Naam. Wal munafiquna aswa halan min sa'iril kuffar. Naam, kama qila dhalika fil ayah. Naam.
النفاق الأصغر وهو أن يظهر الإنسان أمرا مشروعا ويبطن أمرا محرما يخالف ما أظهر. نعم، والمراد به النفاق العملي بارتا ولا دونية بارتا كي إن فلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديثه فولا آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يعني فانا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة أيوة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى ولا وهي منافقين بك بارا له يبي بارا ودوك وهي منافقات أو مسري وهي بارا لو تيبو سلام يدينا نعم ني نا كن فرلاي نونغا الى منافقات أو مسري دفلين وبلاد ولا انيا فو ان وكالي تشاما وهي منافقو كبارا منا منافق دالنتي ايرلا oko saba fika odanayi ka odatu ni kali chamany odala ni suratu tauba fle yahlifun yahlifun sayahlifun akacha donc kali chamany ay mochila ibasro ni folatere odakacha ni dalmi lati sekallaw ni kuma nadro amedala nane be ka kali chaya donc okoro ka fo ere sekalembe irela donc ibafika osikane datu ni kali chamany okumana ما منك نيكا بارا ينغلون جاي سانا انواتي يقعد منافقات ومسرد بلادي مامي نتلاير الدفا منافقات ومسرد بلادي مامي فانا ندانيا تارا كادا ايكا ابي جانفا كي اولا منافقات ومسرد فانا بلادي ني سبا يقولوا فرا دي سدلا هذا ساوري نانا فراكا مامي كاليت با ني ادم نبي بيد ايدلي كدسه اتا دبلا اتاتو fodo ba ko har ni ala jigna wala azbilla ah ana badan jaf kafara la made no te neni info ala ka ka fiyet ke ila yoro ndela jelena itse foike ngala be munu muna abado ka fo itse itsa kata ate korto ima wala ngan janto anyerela ni jugonu nunu mayne mami ni della kita ato ni fana ya ala deli ni ala fana ko ata to do sabu muna ala ka joni deli ima ato ni fana ya ala deli tuma dola ala fana wafka afana tito e ka deli to re wala nunu ye to masroye minya munafiqa to masre bara ni abida fara mamina e be ka munafiqa khalas le ngani dokiri la munafiqa do bila ibijia kadla ibijia ka furake ala ka ambla deli furake. القسم الثاني الكفر الأصغر، كل ما أطلق عليه الكتاب والسنة كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر كقتال المسلم لأخيه المسلم والطعن في أنساب الآخرين وغير ذلك. نعم، إذن هناك كفر أصغر وهو ما أطلق عليه الشرع أو أطلق عليه في الشرع بأنه كفر وليس كفرا أكبر مخرجا من الملة كما سبق أن قلنا قبل قليل من حلف بغير الله فقد أشرك. ورد هذا، ورد أيضا في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأن كل هذا المراد به كفر دون كفر، يعني كفر أصغر. وكذلك أيضا حديث اثنتان في الناس هم بهما كفر أو كفار، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت إلى غير ذلك. ولا كافر يفتني أبين كما فهم ني أفورا الشريعة كفو كافر يدو كاسرو أما سي كافر درجة ما من بي لبو إسلاميانا أبي فورما كو كافر يفتني إن أفو ني مام كلا ني ألا تاني أبالا كفو فقد أشرك دون لنيني يفلا نغفيا منك لنغفيا فتن دو والما فقد كفر كافر لمن كافر من دو دون الكفر الأكبر من تيبو فن أولو إن أفو أفرا كسلمان نني فسقيادو نيا سلاميا كلي نيا سلاما كلي والمن يفغير كافر يادو ولا كافر من دو أتيبو فن هذا هو الصحيح آل السنة والجماعة أولمي أولكا نما من انتارا ني كما كان يري فوشو يدرون أولو كافر ما بو كافر يلا ني كافر يدرو كافر يدو. Okumana olu ye a bɛɛ kɛ kafiri ye.
أو ذل أهل أيام من بنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إذا فأولئك هم الظالمون كتلك أي فأولئك هم الفاسقون نبي بيرك فكما سالنا درجات دلو ولا أبي مغدو كافرية أبي مغدو كظالمية أبي مغدو كفاسقية ما كافو يكافرية نقل ليس هو المذهب الصحيح وليس هو القول الراجع وهكذا. الفصل الثاني العبادة واتخاذ الشرك فيها. نعم، إذن هنا سوف يتحدث في الفصل الثاني عن العبادة مفهومها وأنواعها وأحكامها أيضا كذلك. والعبادة في اللغة الخضوع والتذلل والانكسار، يقال في البعير بأنه بعير معبد. لماذا؟ لأنه مذلل للركوب عليه. ويقال في الطريق أيضا بأنه طريق معبد أي مذلل للسير. ولا نيامي كوباتو باتوتيفيري مجيدو ولا أبي فو سرما كافون إسرائيل كترولندو منا سبو أتاما كنو وهكذا. نعم. المطلب الأول تعريف العبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وهذا باعتبار المتعبد متعبد به. نعم، إذن فهذا التعريف مشهور من شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عرف العبادة بهذا التعريف، وهناك تعريفات أخرى كما يأتي تعريف آخر. هذا تعريف أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني كل قول أو كل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، سواء كان ظاهرا أو كان باطنا، يعني ظاهرا بالقول والجوارح وباطنا بالقلوب، وهكذا كل ذلك داخل في العبادة، بشرط أن يكون الغرض والقصد والهدف منه هو الله سبحانه وتعالى. نعم، هو الله سبحانه وتعالى ليس فقط بل وحده. إذن لأن الإنسان كما قلنا قد يعمل عملاً لله ولكن لا يعمله لله وحده، بل يعمل لله وللناس أيضاً كذلك. إذن فهذا الشرك، إذن فلا بد أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى. هناك تعريف أيضا أورده ابن كثير رحمه الله في التفسير، هو تعريف أيضا جيد، عبارة عما يجمع كمال المحبة والخوف والخضوع. هذه أركان ثلاثة لا بد منها في تحقيق العبادة. ليس هناك عبادة، ليس هناك خضوع، لا خضوع فيها، وليس هناك عبادة ليس فيها خوف، وليس هناك عبادة لا محبة فيها، بمعنى أنك تخاف الله سبحانه وتعالى وتخضع له ولكنك لا تحبه. لا، إذن هذه أركان ثلاثة لا بد منها في تحقيق العبادة. ولا بتوي فهمني ودي فهم وفهم نابي فهم كفو كفهم فرنجون كمين كدي عليه ala be sɔn ni min ye a bɛ diɲɛ ni min ye a ka kan o kɛra kumakan na walima a kɛra kɛwale la walima a kɛra dusukunnasiri la a kɛra a bɛ kɛnɛ kan walima a bɛ gundo la nka a ka kɛ laɲini ye min ye o de ye ala ye a kelen pɛ i mana fɛn min kɛ ala ye i mana fɛn min siri dusukun na ala yɛrɛ kelen kama i mana fɛn min yɛrɛ fana fo i da la ala yɛrɛ fana kelen kama misali la i ka zikiri kɛ i ka wiridu kɛ i b'a kɛ ala le kama nka n'i ye wiridu kɛ walima n'i ye zikiri kɛ walima n'i ye kurana kalan walasa sara dɔ ka d'i ma a kɛra ala kama o sen bɛ bɔ a la o sen bɛ bɔ a la dɛ o la n'an farala ɲɔgɔn kan ka zikiri zikiri kɛ diɲɛ nafa sɔrɔ sɔrɔ sara dɔ kama an k'a dɔn o bɔra ala ko la hali n'a y'a sɔrɔ baara in dabo le ye fɛn min ye fil asli o y'ala kama de nka anw y'a kɛ fɛn wɛrɛ kama n'o kɛra ka ban anw ka ŋaniya in o b'a bɔ ala ko la wala fo a ka kɛ ala kama wala an ko ibnu kasir ye taarifu dɔ fɔ o fana ka ɲi
كوفندو مين بفن سبا فرانيونك مجيء أني سران أني كانو دون نفن سباين فونون كسر باتولا يبي فهم فنجة على كما أكسر باكي كا يبي سران يبي سران فين شامان يبي سران على نيره يبي سران يره على كنا بارين سقي ما يره وبيبي سران فين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يبي بارين كيفنا نمجيه يره بنيا تعالى نيره يبي كسلي يبي سلي نمجيه ده نعيب مغلو يحلو سلي تلوه يبي يره بنيا سرو ولا وكبل لا لماذا هذا؟ لماذا كل هذا؟ ولا فنا إذا كفنا كسر على كوكادية ركوي على كانون كما كنا فدرون واجبدو ماكي ودرون نوت نو كنت نكت نتاكي دونك كرو كافيب كاكي كسر أتاك جاي ولا فوني فين سوا يمبيك أن يوصرو على ولا ساعة توكي بتوه نعم. وقيل هي التذلل لله عز وجل بفعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله والدار الآخرة وهذا باعتبار التعبد. نعم. إذن الأول باعتبار المتعبد به يعني الشيء الذي يتعبد الله به وهذا باعتبار الفعل نفسه أو الفعل ذاته. إذن باختصار يمكن أن نقول هنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي بغرض ماذا؟ بغرض التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المقصود من أجل هذا العمل. ولا نية تعرف ويرى كي مجي عليه يبي مجي عليه نموني عليه فهم واجبه كي باك أي بلغ فهم فنما إبا فنطوي نعني بفهم منك يبقى كي على كما نبي فهم فناتوي يبقى توي على كما غني فهم فنك مو كما درون يكادون على با سيمبولا ني هاري على ني فنجي على با سيمبولا من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه او كما قال انا اغنى شركاء عن الشرك ولي ادمني ابو تشوغينا نبي فهم فناتوي يباتو على كما دي كما تو ندرون كوم وكا فوكو كارسا جو كاني اي كارسا تلنن دي كارسا بيش ني فوري كارسا دنا مو دي او او كاني نا كاناكي او كما ولا سمو كافو نياكي مو كافو مو كايي مو كا دون نينا الكما دونا الا با فو ياكي ني كما او مو دو جو فو كبا او ناصر مو يافو بو يافو كبا او كري سراي وناصر مو ما فدون يا كمين كما اتشينا اشاره كلا قواتي اتدوارا انت روم لا ان شاء الله دون سنك كما سرنيا يبي بارا منك يبا كي على كما كناك مو كما ونيا كي نيمو يف فيما كيتن اما كو كما باشتولا نغا ايكون كناك او كما نيا كو كما درون او كما ناكرا يرنتياي نعم. والعبادة تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. نعم. إذا ما ذكرنا هذا يكمل ذلك، غاية الذل غاية الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، وغاية المحبة كمال المحبة. إذا ذكرنا قبل قليل عن ابن كثير أما يجمع كمال المحبة والخضوع وأيضا كذلك الخوف. نعم. المطلب الثاني شرط العبادة. الأول الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله دون سواه. نعم. إذن للعبادة شرطان، الشرط الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو أن يتوجه العبد كما قلنا قبل قليل بقلبه إلى الله سبحانه، لا يريد من هذا العمل إلا رضا الله سبحانه وتعالى، إلا جنته وأيضا الخوف من ناره وهكذا. إذن قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد من شرط الإخلاص، إذا لم يتوفر هذا الشرط فلن يقبل الله سبحانه وتعالى هذا الأمل.
نعم. الثاني موافقة شرع الله، وذلك أن تكون العبادة موافقة لشرع الله في وقتها وصفتها وجنسها وسببها وعددها ومكانها وزمانها. نعم، كذلك هذا شرط مهم، يعني ما تعمله إن كان عادة هذا الشيء يعود إلى عادتك وعرفك، أما إذا كنت تريد عبادة فلا بد أن توافق شرع الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يدل عليه الدليل من الكتاب أو من السنة. قال الله تعالى كذا، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو حدث كذا فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو. إذن وبهذا التفصيل أيضا كذلك، يعني في وقتها مثلا فرض الله الصلاة الخمس في أوقات معينة محددة، ليس كذلك؟ من أراد أن يقيم صلاة الفجر بعد الظهر هل هو وقته؟ بتأكيد لا. الصيام في رمضان، من صام في محرم جعل يعني صام رمضان في محرم، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لا يقبل منه. إذن لابد أن يكون في وقتها وصفتها. في كل صلاة مثلا، في كل قيام ركوع واحد ولا لا وسجدتان، فمن أنشأ صلاة فيها أربعة ركوع أو سجدة واحدة أو ثلاثة سجدات مقبولة؟ لابد أن يكون في الصفة. الجنس كذلك، النوع لابد أن يكون صلاة فيها قيام، فيها ركوع، فيها رفع، فيها سجود، وهكذا لابد أن يكون هكذا. والسبب أيضا كذلك لابد أن يكون متعلقا بذلك السبب. والعدد أيضا كذلك، عدد ركعات صلاة الظهر أربعة، من صلىها خمسا لا تقبل، من صلىها ثلاثا لا تقبل، وهكذا. مكانها أيضا كذلك، بعض العبادات محددة ببعض الأماكن، الحج في مكة ولا لا؟ في مكة والمشاير. طيب من حج أيوة نعم، من حج في مكان آخر ما حكم حجه؟ أيوة نعم، ولكن هناك من يطوف من يطوف بمسجده وبكذا وبكذا، هناك أيضا من يحجون في غير هذا. وزمانها أيضا كذلك، الزمن أيضا كذلك، لابد. باختصار كل هذا يعني مطلوب في العبادة. ولا بتو شرط بفلا بألا الشرط فلو أولي يبتو منك إكا خلاصية على كلمبي كجية على كلمبي كلاني على سرلي على جنيه وسرلي أدرو أبانا نالا سنة كبا نالا جنيه كبا أبانا هل نيم أما جمعوية أبانا منا على دي إدا ولا فرد كلمبي بي إسرقوي على دي بيسرا دي نياك مهو كما يقال نيم سبين دي ودلا نيروينا دي كانغا همي كجورو كما كاري منا سب مغدو بي سرو ما منونغا مغبو بالي دو فا دو باو دو بالمو دو إليكا قبل مغو فاسونا مغو دوغنا مغو بوي بالي على كولا يقناك يقناك كاسرو إنا نجينا وتا كلاما على مصر أولا إبي تافنا على تي أسرة ما كلنا أولا ندونا قبر أولا على بي كلن دي نغا وي ني بي كونو أبو شوينا ني بي كونت بو إكلي ني أرجانا كودو إده كونغودو دي ني جانما كودو فانا إده كونغودو دي ولا أمبا فوكو موكا ندو موكا في بريفي لا في بريفي تي مين بي موكا جنبو دي nga ambe do nyonga dinana foite bola nga ni mamingo abe kuma ika duk bare ba fa we ne ka vie privé mais vie privé nyuma o de ika dinai kana to mo ki bola re ola ika bare ika ke ala ala kama kana ke mo nya sna kama kana ke chuya si kama aflana sharia akaso sharia sonendo ni ai sharia jenendo ni ai ola
كافو إني أكرهك باش ما أكننا أي تانج نام فو باش بالا تانج إني دلوا ترى القرآننا تانج دلوا ترى لك ركما كان صلى الله عليه وسلم كأكى ولا لا أكى سبات الله فين تفهم كان يكاكيره وين ولا كشا مثال على مولود كاتفالو كي بالمولد النبوي هل عليه دليل من الكتاب أو من السنة أتين أتين ده دلوا تين ولا بدا بنانيه في إن شاء الله نرسل ننصرين أمكما أكا واتي كو أدفرا يانو ولا نبي فهمو فنك أكاسرو دلوا بالا أكاسرو فنا أخلص لندو عليه أن يرفو ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نسأل الله أن يوفقنا للصواب ونعتذر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما كان فيه من أخطاء وزلات وما كان فيه من صواب من الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سيرا مكر للعلوم وموعظة على هدي العباد بها الوعاز في كل المواد وخطباء إلى ترك الرشاد.